على ضوء التتبع اليومي الدائم للوضعية الوبائية على صعيد عمالة المحمدية، والذي ما زال يطبع هو ارتفاع الحالات الإيجابية المؤكدة والتي لم تعد تقتصر على بؤر عائلية أو مهنية، في ظل توسع الرقعة الوبائية نتيجة للديناميكية النشطة التي أصبح يعرفها فيروس كوفيد 19 المستجد، فقد قرر أعضاء اللجنة الإقليمية لليقادة في اجتماعهم المنعقد بتاريخ 5 أكتوبر 2020 تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية المعمول بها منذ تاريخ 21 شتنبر 2020، وذلك لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك لغاية يوم الاثنين 19 أكتوبر 2020 على الساعة 6 مساء. من جهة أخرى، ولتسهيل تنقل كل من التلاميذ والطلبة المقبلين على الدخول الجامعي، فقد ارتأى أعضاء اللجنة استئناف خطوط النقل العمومي الحافلات بين قوسين الرابطة بين كل من مدينة المحمدية والدار البيضاء، مع الالتزام التام بمعيار الطاقة الاستيعابية المحددة في 50%. وفي الختام، وأمام المنح التصاعدي للحالات الإيجابية وكذلك عدد الوفيات المسجلة خاصة بين الأشخاص المتقدمين في السن أو الذين يعانون من أمراض مزمنة، فالتقيد الفردي والجماعي بتوصيات المصالح الصحية وكذا توجيهات كافة السلطات العمومية يظل السبيل الأنجع لتحسين الأمن الصحي لكافة الساكنة ووقف زحف الوباء.